تدل على نهاية حد الحرم، ولكن لماذا وضع في هذا الموضع؟ ليش ما يتقدم يعني مترين أو يتأخر مترين؟ هل لو قدم أو أخر في مشكلة؟ موضوع هنا اللي وضعته الملائكة، وتذكر الروايات أن آدم عليه السلام عندما نزل إلى الأرض أصيب بالحزن الشديد، فالله سبحانه وتعالى جعل هذه البقعة مباركة وبقي فيها آدم، وجعلت الملائكة تحمي المواقع هذه، يعني ما أحد يستطيع يدخل من الجن أو الشياطين أو أي كائن حي ممنوع من الدخول من الكافرين لهذه الموقع. فوضع هذا الحد لأنه يعتبر مكان من الجنة أنزله الله تعالى لآدم عليه السلام حتى يذهب عنه الحزن، وكانت الملائكة تحمي هذه المواضع وتمنع أي شخص لا يؤمن بالله بالدخول إلى حد الحرم. انتهت واختفت مع الأيام والسنين. في عهد إبراهيم عليه السلام اختفت هذه الأعلام، فأمره الله ببناء البيت، ثم أنزل جبريل عليه السلام أنزله حتى يحدد الحدود للحرم، ووضع 1100 علامة لحدود الحرم وتسمى أنصاب الحرم، وهذه الأنصاب موجودة دائرية على الحرم، وهذه المنطقة محرمة بأمر الله سبحانه وتعالى. نزل جبريل عليه السلام وأشار إلى إبراهيم في هذه المواضع، وكان إبراهيم يضع أعلام ويثبتها في الأرض حتى يعرف حد الحرم. بعد ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أعاد تثبيت هذه الحدود وبينها بشكل واضح ودقيق، وأرسل الصحابي تميم بن أسد الخزاعي، وكان يذهب ويضع الأعلام ويثبتها. موجودة الآن الأعلام على جميع الحدود للحرم وتحددها بشكل دقيق، وعددها 1104 كما هي مسجلة في الوثائق الرسمية. وبعد ذلك جاء عمر بن الخطاب فجددها وبين مواضعها، وبعد ذلك عثمان ثم معاوية، واستمر الخلفاء والأمراء في تجديد هذه المعالم حتى ما تندثر أو تتغير، حتى أتت الدولة السعودية المباركة وضعتها بهذا الشكل وثبتتها بطريقة علمية حديثة حتى ما تتغير أو تختلف.